العشرات من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق من جراء الحريق، بينما قتل أحد عناصر الدفاع المدني وأصيب ثلاثة آخرون أثناء محاولتهم إخماد الحريق، فضلاً عن نزوح عوائل قريبة من المعمل، وفقاً لما نقله أحد الإعلاميين والذي سنستمع إلى شهادته من داخل المعمل في اللقطات الآتية. اليوم الثاني للحريق، الحريق حصر، يعني حتى ننهي الجدل الحريق حصر ما بين 500 متر مربع، تم حصر الحريق وعزله عن مواقع الكبريت. تجري عملية الإخماد، من المتوقع خلال 48 ساعة أو 72 ساعة أن يعلن عن إخماد الحريق بالكامل. من الطبيعي أن الحرائق في كبريت المشرق فقط أنه تنبعث منها هاي الغازات والأدخنة. هناك موجة نزوح في قرى قريبة من المعمل مثل سفينة الناصر. الأوضاع تجري بشكل طبيعي، اليوم هو الثاني من حريق معمل كبريت المشرق.